مرحبا، كيفكن محمد؟ ومن الجنوب لبنان، من الخيام تحديدا، من الريم هوتيل. هوتيل جديد كتير حلو. وان شاء الله الجمعة الجاي حنقلكن عن الريتريت اللي رح تكون هون، رحلة تشافي وتعامل يلي بلبنان يحكينا ليحجز هلأ لانه المقاعد على القد. طيب اكتر من هيك بدي اياكم اصدقائي اليوم تنتبهوا انه 7/7/2023، يعني 7، يعني عندنا 3 سبعات، يعني طاقتنا ودعائنا مستجاب باذن الله بطريقه اعلى واسرع، الطاقه مرتفعه. سو بدي اطلب منكم يا اصدقائي ونحن هون بوش فلسطين، تبعتوا طاقه حب لهيدي الارض وللبنان، جنوب لبنان كمان. صلوا اليوم، اشربوا مي كتير. اليوم كمان عملنا عمل خيري، ثقبت انه في هون لاجئين كمان رحنا زرناهم، وفي اولاد رح نجيب لهم هدايا، فكمان انتم شاركونا هيدي الفرحه. يلي عنده هديه لابنه لبنته بليز يحكيني على الانستغرام لناخذها ونجيب لهم اياها اخر الشهر معنا، وعدتهم نجيب لهم هدايا. المهم او تياب كمان حلوه، اذا عندكم كمان تياب بليز جيبوا ونحن من وصلهم ان شاء الله، بس هلا اسرع وقت. المهم 7/7/2007، كمان 16/7، يعني عنا 7/7 مرتين هيدا الشهر، يعني شيء ماجيكال، معجزات. اوكي، معجزات 7/7، بعد اقل من جمعه، بعد 7 ايام بصير عنا 7/7/23. يعني ان شاء الله طاقه وفره وازدهار وثراء وغناء، شو ما طلبته بتتمنوا. فيا رب كل حدا عم يشوف هذا الفيديو يطلب ويتمنى، ما تخافوا، الله كريم ونحن بنستاهل. امنوا بحالكم، هذا الشيء كمان اليوم اشتغلوا على حالكم، امنوا بحالكم، امنوا بربنا وامنوا بالكون انه حيتسخر بدعاء منكم. فيا رب زيد الوفره وبارك لنا كمان ورزقنا من حيث نحتسب ولا نحتسب، كمان يرزقنا على طول. هذا الشيء اللي كنت عم اقول لكم عنه، انه ليكو ثلاثه عمتو مع بضاعه، ثلاثه عمتو مع بضاعه، ثلاثه هي بتضيع هيك بيروت كلها. ف that's why it's so bad. لازم ننتبه لهالمواضيع. كمان ما بقى حدا يطلع ابنه على الموتو، ان كنت لبناني ولا فلسطيني ولا سوري ولا مغربي، التزم بالقوانين، الولد عنده حق. فمن هلا انا عم اقول لك او عم اقول لك، اذا بتطلع ابنك على الموتو رح تتقاضي ورح نبلش نفعل هيدي الطاقه. alright، ويلا خلينا نشوف غرامات، ادفعوا غرامات كل حدا بيطلع ابنه على الموتو. anyways سبيشلي الموتو لم جهز ولا شيء، يعني ما بعرف كيف. anyways عم تعرضوا حياتكم وغيركم للخطر، فيقوا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحمينا جميعا، وي ار سيف اند بروتكتد. امنوا بحالكم. 7/7 اليوم نهار مجيد، بشوفكم على اللايف لنعمل تأملات لانه التأمل كثير مهم، وما تنسوا تعملوا فولو للجداد، ويلي بده قراءة خاصة كمان يحكينا على الخاص. والسلام عليكم.